اسمي ندى محمد العلي، من سوريا، من حلب، من مدينة منبج. جيت بالألفين وأربعتاعش. جيت لأنه بيتي ضربت الطيارة وأمي وأبوي ماتوا وما ضل لي حدا، فجيت لهين. أنا كنت بالبيت وقت ضربت الطيارة، كنت بالمطبخ وهني بغرفة ضيوف. بس نحنا يعني الطيارة تبرم، بس نحنا متعودين على هذا هاي الأشياء، لأنه كل شيء عم يصير قدامنا، يعني خلص يعني تأقلمنا على كل شيء. أنا لفتت على المطبخ، المطبخ بعيد عن البيت، عن غرفة الضيوف. ضربت الطيارة، رجعت على عليهم بدي أشوفهم، ما ببالي إنه الطيارة تضربني. رجعت لقيتهم اثنين ميتين. أنا جيت على بيروت، ضليت سنة، بعدين كنت أشتغل، بعدين رجعت انتقلت على البقاع. بس كان الوضع كثير صعب، يعني إنسان جاي لحاله، جاي مكسور، يعني وحيد، يتيم، يعني نظرة الشفقة تذبحك. أول ما جيت أنا ما أقدر أنام، لا أقدر أكل، ما أقدر أختلط مع حدا، أسمع صوت الطيارة ما أحب. يعني تعالجت فترة اللي قدرت أمشي على رجلي. كنت أشتغل بالخان المقصود، مطعم، ضليت أشتغل 4 شهور، بس آخر شيء تركت لأنه الراتب قليل. كنت أشتغل أنا عاملة التنظيف، يعني زل كتير، دوام طويل، أنا أنت أدي اللي آكل، ما أساوي الغلط وإن شاء الله ما أساوي، ما أسرق، ما أمدد للحرام. خلي الدين يصير 20 مليون، ربنا يوفيه، بس المهم ما أساوي شي غلط. أنا راح يصير لي يمكن 6 شهور قاعدة، هاي 6 شهور كلها أدين وأكل بي. الدين خاينة أبدا، ما فيها رحمة وما ترحم حدا. اللي ما عنده أهل حرام يعيش. أنا كنت بشبه سوريا العروس، العروس اللي دائما تكون عروس متأنقة وجميلة، بس هم بلحظة دمروها.